صباح الخير. احنا في المتحف الوطني الكازاخستاني، واحد من اكبر المتاحف الموجوده بالعالم، هو عباره عن 3 طوابق فيه تقريبا 11 سكشن، كل جزء فيه قاعد عم بيحكي حكايه وقصه عن كازاخستان وتاريخها منذ البدايه لحتى اليوم. افتتح هذا المتحف رئيس كازاخستان الاول. تفاصيل هون عم بنزور واحد من أهم الأبطال في كازاخستان، وهو البطل الذهبي، وكل إشي بخصه سواء من لباس أو من أدوات كان يستعملها. وهذا الرجل الذهبي اللي حكينا عنه، الجولدن مان تبعهم، كان كل أواعيه عبارة عن ذهب. يعني خلينا أورجيكم هذا الجزء الأول، هو عبارة عن بس الذهب اللي كان بيستعمله على راسه، الخوذة تبعته. هذا الجزء الثاني كان بس الذهب اللي كان بيستعمله على جاكيته. هذه المرأة المقاتلة منذ الأزل في كازاخستان. هذا الجناح بيروي للزائر الغنى والتنوع اللي موجود في التاريخ الكازاخي، التنوع في الأعراق، التنوع في الأديان، أو حتى تطور الحضاري الطبيعي لأي منطقة بعد الاندماجات التاريخية.